2023 دخلت علينا وما عملناش فيديو العاب رايق يروق عليك وقت الزهق والملل، حتى هيبقى عيب. انا النهارده عامل لك فيديو رايق قوي، في شويه العاب اوفلاين جامده جدا تلعبها من غير نت وقت ما باقتك تكون خلصانه، والعاب اونلاين برضو وقت ما انت لسه شاحن الباقه كده تلعبها لوحدك او حتى مع اصحابك. فانا مروق عليك جامد. لايكك الجميل، اعمل لنا سبسكرايب لو بتشوفنا اول مره على اليوتيوب عشان احنا بننزل كونتنت جامد جدا، ويلا بينا نبدا حلقه جديده. قبل ما نبدا حابب اعرفك على برنامج جامد قوي، بما اننا حلقه العاب وبتاع، برنامج فامي سيف من وندر شير. بص، لو عندك اخوك صغير او طفلك وعاوز تتحكم في موبايله من خلال موبايلك، ده تقريبا احسن برنامج. بتسطب البرنامج ده على الموبايلين، وعلى فكره هو بيشتغل على اندرويد، ايفون، ويندوز، ماك، كروم. الفكره انك بتخلي موبايلك هو البيرنت والموبايل التاني هو الطفل، وتوصلهم ببعض بكيو ار كود، وتدي البرنامج شويه صلاحيات كده. يا حبي هتقدر تحدد عدد ساعات يقدر فيها الطفل يمسك الموبايل. اول ما ديوم الالعاب او البرامج اللي انت محددها مش هتشتغل، تقدر تزود عدد ساعات براحتك لو حابب، وكمان بتعرف عدد الساعات اللي طفلك قضاها على كل ابلكيشن. بس كده تقدر تحدد برامج معينه تشتغل على طول، تقدر تعمل بلوك لبرامج بعينها براحتك. بتحدد بقى وقت للنوم، الموبايل ما ينفعش يشغل فيه برامج. تقدر تعمل ويب فلتر وتمنع اي حاجه مش مناسبه لسن طفلك. تقدر حتى تشوف الهيستوري بتاعه على تيك توك، تشوف هيستوري البراوزر، تشوف هيستوري اليوتيوب، علشان لو في اي حاجه تبقى مراقبه على طول، ولو في اي حتى صور مش مناسبه على جهاز طفلك تظهر لك وتتحكم فيها. تشوف طفلك فين طول الوقت عن طريق اللوكيشن، تشوف الاماكن اللي راحها، ومميزات تانية كتير تقدر تكتشفها من خلال البرنامج. فامي سيف عاملين مسابقه تقدر تشترك فيها، ممكن تكسب ايباد او جوائز تانية. بتعمل لهم فولو وتشير السكرين تايم بتاع طفلك وتدخل معاهم السحب. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف او اول كومنت، ويلا نرجع للفيديو بتاعنا. هنبدا بقى بالالعاب الاوفلاين اللي هتقدر تلعبها على موبايلك في اي وقت مش محتاج نت بقى، باقتك خلصانه او انت قافل النت عشان زهقان من الدنيا كلها وعاوز تفسد دماغك شويه. الالعاب دي اكيد هتعجبك. اول لعبه معانا وهي لعبه اكشن اوفلاين جامده جدا من النوعيه بتاعه الشادو جيمز، اسمها ستيك مان ليجندز، اللي بتحارب فيها وحوش الظلام. وبتلعب بقى هنا في اللعبه دي ببطل كده عنده قدرات قتاليه وشويه سكيلز رايقه وانت بتنميها مع الوقت. اللعبه من نوعيه العاب ال2D بس الجرافيك فيها حلو، وكمان الحركات والافكتات اللي بتظهر مع كل ضربه تديك جو اكشن حلو. بتقدر في اللعبه دي تقتل الوحوش اللي بتحاول تقتلك وبتقابلك في طريقك، وكل ما تعدي ليفل اللعبه بتبقى اصعب، بس بتقدر تعمل ابجريد او تطوير لقدراتك كل شويه، وكمان تفتح حركات او سكيلز جديده عشان تبقى اجمد واقوى انت كمان، وتقدر تعدي الليفلات والوحوش اللي بتقابلك. كمان التحكم في اللعبه سهل، وبيكون من خلال الزراير اللي بتبقى ظاهره قدامك على الشاشه، حتى كل سكيل او قدره هتلاقي لها زرار خاص بيها. اللعبه دي تقييمها 4.5 على جوجل بلاي، تحملها اكتر من 10 مليون مره. تاني لعبه معانا اسمها فيوريوس، مش عارف صعبه. تاني لعبه معانا اسمها فيوريوس هيت ريسنج، ودي بقى لعبه عربيات جامده لو انت ليك بقى في السباقات والمطاردات بتاعت الجو بتاع نيد فور سبيد والحاجات دي. اللعبه دي لو انت المود ده بيعجبك هتعجبك اكيد. هتلاقي فيها بقى عربيات كتير تقدر تفتحها، وهتلاقي فيها سباقات منفرده تقدر تلعبها، وتقدر تلعب الستوري بتاعت اللعبه اللي محدش بيلعبها دي، وهيكون عندك مهمات لازم تعملها علشان تعدي وتفتح مستويات ومهمات تانيه. كمان هيكون في مطاردات من البوليس وتحاول تهرب منهم. عندك بقى نايتروس في العربيه عشان تطير يا معلم، وهتقدر تعمل ابجريد لاجزاء العربيه علشان تحسن من الاستابيليتي، الفورماله، التسارع، الحاجات الكتير اللي في العربيه، علشان في الاخر تقدر تكسب السباقات اللي انت بتدخل فيها. هتلاقي الجرافيك في اللعبه حلو جدا، والتحكم هتلاقيه سهل مش صعب، وتقدر تجمع فلوس وتشتري بقى عربيات جديده. يعني فكك بقى من ابجريد العربيه بتاعتك، ممكن ان انت تركنها خالص وتجيب عربيه جديده تطور فيها وهكذا، زي نيد فور سبيد بالظبط. بص، لو بتحب العاب العربيات وعاوز لعبه اوفلاين تتسحل فيها، اللعبه دي اكيد هتعجبك. اللعبه دي لسه جديده ومتحمله اكتر من 50,000 مره بس من على جوجل بلاي. تالت لعبه معانا اسمها لون وولف، او بالعربي الذئب الوحيد. بص يا حبي، لو انت بقى بتحب العاب القنص والتصويب فاكيد اللعبه دي هتعجبك، لان انت فيها هتبقى قاتل ماجور. ايوه، قاتل ماجور. بتدخل في منظمه اجراميه بحته، وبتعمل مهمات بانك بتختال اشخاص معينه في سيناريو وقصه اللعبه كده. عندك بقى اكتر من 20 سلاح تقدر تفتحهم في اللعبه، وهتلاقي مسدسات، متفجرات، رشاشات، كل حاجه. يعني مش مجرد سنايبرز بس، لا، في اسلحه كتير في اللعبه دي. المهم ان انت تعدي المهمات علشان تقدر تفتح الاسلحه الجديده، وهيكون قدامك مهمات كتير تعديها، بس لازم تظبط ايدك يا باشا في النشان كده على هدفك، عشان لو الرصاصه فلتت فانت مهمتك فشلت وهتضطر تعيد المهمه من الاول. الجرافيك في اللعبه بسيط بس بيدخلك في جو دارك ديب اجرامي رايق. بص يعني مود كده لطيف هيعجبك. اللعبه دي تقييمها 4.6 على جوجل بلاي، ومتحمله اكتر من 10 مليون مره.
رابع لعبة معانا اسمها بارالايزد او بالعربي مشلول. بص يا باشا، اللعبة دي لعبة مغامرة بس مختلفة شوية، مسلية بس محتاجة تركيز. اللعبة دي انت مش بتلعب بشخصية واحدة، لا انت بتلعب بشخصيتين في نفس الوقت. الشخصيتين اللي في اللعبة دول اتنين اخوات، واحدة لابسة ازرق حجمها صغير وواحدة لابسة احمر حجمها كبير. الفكرة بقى ان قصة اللعبة هنا غريبة شوية، ان في يوم من الايام البنت اللي لابسة احمر اللي حجمها كبير زقت البنت اللي لابسة ازرق اللي حجمها صغير، زقتها يعني من فوق مكان عالي، فوقعت اللي هي البت الصغيرة اللي لابسة ازرق دي وجالها شلل ودخلت في غيبوبة. بس البت ام احمر اكتشفت ان هي تقدر تدخل جوه عقل اختها وتقدر تساعد اختها انها ترجع لوعيها في الحياة الحقيقية، بانهم يعدوا العقبات اللي بتقابلهم جوه عقل اختها، اختها اللي هي في غيبوبة اللي هي لابسة ازرق. ركز معايا، وعدته مني. فبتحاول انت بقى في اللعبة انك تبدل بين الاختين بحيث الازرق تعدي من نقط النور الزرقاء والاحمر تعدي من النقط الحمراء. كمان تاخد بالك من حتة الحجم لانك ممكن تلاقي عقبات كبيرة ما ينفعش تعدي منها، فلازم تبدل وهكذا بقى. فهي لعبة مسلية ومحتاجة تركيز عشان تقدر تعدي الليفلات اللي فيها، وهي لعبة مختلفة خالص بصراحة، يعني هي اول مرة تجرب المود ده من الالعاب. تقييمها 4.3 من 10 ومتحمل اكتر من مليون مرة. خامس لعبة معانا اسمها سبايدر جيرل. بص يا حبي، دي لعبة اكشن بتلعب فيها بشخصية سبايدر جيرل اللي بتنزل بقى في الشارع وتحارب العصابات وتشوف المهمات الوحشة اللي هم بيعملوها وتحاول تقف كده قصادهم تقول لهم لا انا مش هسمح لكم ان انتوا تبوظوا الشوارع، ولازم تتغلب عليهم كلهم عشان تعرف تعدي لمستويات اعلى وتكتسب قدرات جديدة وتفتح كمان شخصيات جديدة غير سبايدر جيرل. يعني في اللعبة مثلا هتلاقي شخصية كابتن امريكا وهتلاقي شخصية ايرون مان. بعد ما تعدي ليفلات هتقدر تفتح الشخصيات اللي انا سايلك عليها دي وهتلعب بيهم وهتلاقي قدرات بتاعتهم مختلفة والجيم بلاي هيختلف معاك شوية. وزي ما قلت لك بتقدر تكتسب قدرات جديدة لكل شخصية وتطور فيها براحتك علشان تبقى اقوى وتقدر تتغلب على اعداد اكبر من المجرمين وزعماء العصابات اللي في الشوارع. اللعبة الجرافيك بتاعها لطيف، لسه جديدة، حملها اكتر من 50,000 مرة بس من على جوجل بلاي. تقييمها 5 من 5. ندخل بقى على الالعاب الاونلاين اللي هتلعبها كده انت واصحابك. اول لعبة معانا اسمها ستاتيك شيفت ريسنج، ودي لعبة عربيات بس اوبن وورلد، يعني هتقدر تلف بقى في المدينة بتاعتك براحتك يا معلم. يعني من الاخر لو انت مخنوق شويه وعاوز تنزل تاخد عربيتك وتلف بيها شويه وانت اساسا معكش عربيه او حتى معك عربيه ومعكش بنزين، فانت تفتح اللعبه دي وتاخد عربيتك في اللعبه وتلف يا باشا لحد ما ترتاح نفسيا. وفي احسن من كده؟ المهم اللعبه دي بقى تقدر تعدل فيها على عربيتك، تقدر تغير لونها، تعمل ابجريد او تطوير لاجزاء معينه فيها عشان تحسن الهاندلنج والفرمله والتسارع. كمان تقدر تشتري عربيات جديده وتقدر تدخل سباقات وتعمل مهمات وتعمل دريفتات وتعمل تحديات. ايه يا عم كل ده؟ بص اللعبه دي فيها كل حاجه، عاوزينك بقى تطلع ماجايفر السواق الجامد اللي جواك. اللعبه الجرافيك فيها حلو والتحكم فيها بسيط من خلال الازرار اللي بتظهر لك على الشاشه. تحمل اكتر من 100,000 مره وتقييمها 4.4 من 10 من 5 على جوجل بلاي. تاني لعبة معانا اسمها فاينل فايتر، ودي لعبة اكشن جامدة واخدة الجو بتاع تيكن ومورتال كومبات، اللي هي واحد ضد واحد، يفضلوا يتحانوا في بعض لحد ما واحد يكسب، او ممكن تدخل فيها بتيم ضد تيم، مجموعة من الشخصيات ضد مجموعة من الشخصيات، يفضلوا برضو يتحانوا في بعض لحد ما فريق يكسب. اللعبة بتختار فيها الشخصية اللي هتلعب بيها من شخصيات كتير تقدر تفتحها وتكتشفها جوه اللعبة. لما تلعب الستوري بتاعتها هتلاقي بقى حركات اكشن جامدة، فينيشات جامدة قوي، لان اللعبة الجرافيك والافكتات اللي فيها حلوة بالذات في حتة الفينيش. كمان في بداية اللعبة هتلاقي اللعبة بتشرح لك كل حاجة بتتعمل ازاي، توتوريال كده سريع علشان ما تتوهش جوه اللعبة، يعني ازاي تضرب، ازاي تصد الضربات، ازاي تعمل فينيش، او ازاي تستخدم السكيل بتاع الشخصية اللي انت بتلعب بيها. كمان بتجمع حاجات عشان تزود السكيلز وقوة الشخصية بتاعتك وتعمل لها ابجريد او تطوير. تقدر بقى تلعب اللعبه دي مع اصحابك اونلاين، بس مود الفريندز ده مش بيشتغل الا لما توصل في ليفل معين للعبه. يعني من الاخر اللعبه عاوزاك يا باشا تبقى جامد في اللعبه ووصلت ليفل معين حلو عشان لما تلعب اونلاين مع واحد صاحبك ما يعلمش عليك، فكتر خيره. اللعبه دي متحمله اكتر من مليون مره وتقييمها 4.5 من 5 على جوجل بلاي. تالت لعبه معانا اسمها ذا توينز نينجا وار ليجندز. هي بص دي لعبه نينجا 2 دي بس جامده. اللعبه دي تقدر تلعب فيها بشخصيتين، ولد وبنت توام بس محاربين نينجا جامدين قوي. كل شخص فيهم ليه سلاح مختلف وليه سكيلز او حركات مختلفه عن التاني، تقدر تبدل ما بينهم في المعركه. بتحاول في اللعبه بقى تعمل المهمات والتحديات اللي بتطلب منك كل يوم وتعدي ليفلات عشان تجمع فلوس ونقط تعلي من مستواك، وتقدر تغير في شكل ومهارات شخصيتك، يعني تقدر تغير اللبس والاسلحه وتعمل لهم ابجريد او تطوير. بتحاول تقتل الوحوش اللي بتقابلك في اللعبه علشان توصل بقى للشخصيه اللي تسببت في قتل ابوك وامك في اللعبه وتنتقم لهم. التحكم في اللعبه سهل وبيكون من خلال الزراير اللي بتظهر لك على الشاشه
الشاشه، حتى السكيلز ليها زراير بتظهر قدامك ووقت بيعد عشان تقدر انت تعرف تستخدم السكيلز دي. جرافيك اللعبه حلو، والتاثيرات اللي بتظهر على الشاشه وانت بتلعب كده بتدي لك مود اكشن لطيف. هتلاقي اللعبه متحمله اكتر من 100,000 مره وتقييمها 4.4/5 على جوجل بلاي. رابع لعبه معانا اسمها تي 3 ارينا، ودي لعبه اكشن من نوعيه الشوتينج لو انت بتحبها. تقدر تلعب فيها 3-3 اونلاين، تجمع اصحابك وتلعبوا سوا. لو اصحابك باعوك وخرجوا وسابوك فتقدر تلعب واحد انت لوحدك سولو يعني ضد 3، اي خدمه هيتكتروا عليك ويضربوك بس مش مشكله. المهم الجرافيك في اللعبه دي حلو ومختلف عن النوعيه بتاعت العاب الشوتينج. هتلاقي بقى فيها اسلحه مختلفه وشخصيات كتير تقدر تلعب بيها واكتر من مود تلعبه، زي تيم ديس ماتش او فري فور اول او بيلود اسكورت، اللي هو يعني من الاخر بتبقى راكب حاجه زي عربيه مثلا او دبابه بتسابق بيها التيم التاني وفي نفس الوقت بتضربوا في بعض، بيبقى مود جامد قوي. كل شخصيه في اللعبه دي ليها قدرات خاصه تقدر تستخدمها في المعركه، وفي شخصيات كتير قوي تقدر تفتحها في اللعبه، وكمان تعمل تطوير لشخصيتك علشان تبقى اقوى. الضرب اوتوماتيك في اللعبه يعني تقدر تنشن بس وهو يضرب لوحده وتتحاول تتفادى الضربات، وهتلاقي هيلث ايتمز او حاجات عشان الصحه بتاعتك بتنزل وانت في المعركه علشان تهيل او تعالج نفسك من الضربات اللي انت خدتها. بص لعبه مختلفه في كام حاجه عن نفس الالعاب بالستايل بتاعها، جامده وهتتبسط لو لعبتها سواء لوحدك او مع اصحابك. بتحملها اكتر من 1,000,000 مره وتقييمها 4.4/5 على جوجل بلاي. خامس لعبه معانا اسمها هورور شو، ودي لعبه رعب فيها شخصيتين، الشخصيه الاولى قاتل ماجور والشخصيه الثانيه انسان يعني غلبان بيحاول يهرب من القاتل الماجور. انت بقى يا باشا في اللعبه دي تقدر تحدد انت عاوز تلعب بمين، بالقاتل الماجور عاوز تطلع الانسان الشرير اللي جواك وتدمر كل الانسانيه، ولا تلعب بالانسان الغلبان اللي بيهرب من القاتل الماجور. اللعبه دي تقدر تلعبها مع اصحابك اونلاين بحيث تبقوا 5، واحد قاتل ماجور واربعة بني ادمين عادي بيهربوا من القاتل المأجور ده. هتلاقي 4 انواع من القتلة في اللعبة، كل شخصية بيبقى ليها تكتيك معين في اللعبة، وهتلاقي برضو 4 انواع من الشخصيات العادية، كل شخصية ليها سكيل او مهارة مختلفة تقدر تستخدمها في انك تحل الالغاز وتهرب بيها من القاتل المأجور. الجرافيك في اللعبة دي شغال، هو بصراحة مش احسن حاجة بس شغال، بس فكرتها حلوة، تقدر تنزلها وتحملها انت واصحابك كده وتجربوها مع بعض. اللعبة بتحملها اكتر من 5,000,000 مرة وتقييمها 4.3/5 على جوجل بلاي. سادس واخر لعبة معانا اسمها جانز دون. بص اللعبه دي مختلفه شويه، لو كان نفسك تبقى كاوبوي فاللعبه دي هتنفعك، لان انت هنا بتقدر بقى تقاتل واحد ضد واحد اونلاين وتقابل ناس من بره، تحاول تقتل المنافس بتاعك وتكسب المعركه، تبقى عباره عن معركه كاوبوي، فلازم تكون سريع وتحاول تضرب وفي نفس الوقت تتفادى ضربات اللي قدامك. بتلاقي في اللعبه اسلحه كتير تقدر تفتحها طول ما انت بتلعب وتكسب، كمان تقدر تعمل ابجريد او تطوير للاسلحه اللي انت بتلعب بيها، وكمان تقدر تعدل في لبسك وشكل شخصيتك الكاوبوي اللي جوه اللعبه. تقدر تشترك في مسابقات اونلاين في اللعبه وتقابل ناس كتير من اماكن مختلفة في العالم كله، كمان تقدر تفتح مابس جديدة في اللعبة عشان تلعب في اماكن جديدة، وكمان تقدر تفتح مودز كتير موجودة في اللعبة. اللعبة دي تقييمها 4.4/5 على جوجل بلاي ومتحملها اكتر من 1,000,000 مرة. بس كده انا خلصت، متنساش دلوقتي اللايك الجميل على الماتش الاول، متقلقش هتلاقي كل الالعاب بلينكاتهم موجودين في صندوق الوصف، شوف اللعبة اللي عجبتك وروح حملها، متنساش تكتب لي كومنت وتقول لي ايه اكتر لعبه عجبتك في العاب النهارده، وتستنى حلقه جديده من حلقات 5 تك اللي بننزل فيها اجمد البرامج والالعاب. بقى اكيد تعمل لنا سبسكرايب، فعل زر الجرس. اشوفكم في حلقه جديده، كان معكم احمد سعيد، سلام.